إخوان السلام عليكم. كيف العادة معكم أخوكم حمادة. تحية لجميع المولوعين في المغرب. أي مولوع كيربي الطيور وكينتج منه تحية لي بكل رجولة. كاينين مولوعين وكاينين مولوعات. قبل ما نبداو في الموضوع ديال الفيديو كنبغي نوجه تحية للدراري المغاربة المولوعين اللي كيشرفونا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن في البطولات الوطنية وفي البطولات العربية وكذلك في البطولات العالمية. الحمد لله عندنا مغاربة كينتجوا الإنتاج الدق والسكاش. اللهم بارك باش تكون الأمور واضحة. وراه كاينين جمعيات اللي بغى يدخل شي جمعية يقلب على الجمعية اللي باغي هو ديال النوع ديال الطيور اللي كيبغي ويقلب عليها ويدخل لها. راه كاين خارطو ما كاينش غرام ديال المشكل. وراه ما كاينش فرق ما بين ان واحد الطير احسن من طير لا كل ولاعتو. الطير اللي كتبغيه امن به وربيه وانتج منه وهكذا دخل شي اطار لولاعه ما كديرش الانتاج ماشي مولوع مخلوع بالرجوله. اخوان انا هضروا على المسرح الفوائد ديال المسرح والفوائد ديال الفاجاج ديال الاقفاص. بالنسبه للطائر اخويا المسرح كيبغي يعني الطائر يحب المطير الجماعي كيبغي المسرح. بالنسبه للطائر كيحب المسرح كيحب يطير كيحب يلعب كيحب يشامى. ولكن انت كمربي مزيان لك الاقفاص. علاش؟ لان مثلا كاينين الناس كيديروا كيخدموا على علم الوراثه كيخدموا على الطفراج كيخدموا على الدم النقي كيبغيو يشاركوا فيه في جمعيات. ضروري لهم الاقفاص باش كيتاكدوا من ان هذا الذكر جوج من هذه النشوه. ولكن في المطير الجماعي لا كتقدر نشوه يلقحوا حتى 10 ذكوره الدم مخلط يبداو يتجاوزوا لك الخوش. از ذا بوسيبل ممكن ممكن لا. ولكن انت كمربي كمولوع عادي او لا مولوع كتربي الطيور على اساس الولاعه وكذلك الى جاب الله وليدات تبيع منهم يعني الولاعه تصرف على راسك مليون في المية. مزيان لك خويا المسرح. المسرح تيهنيك من بزاف د الحوايج. اسمع المسرح كدير ماكلة وحدة نظافة وحدة ماء واحد وتبدل الماء كل نهار ضروري. وغادي نوريكم واحد الطريقة إن شاء الله في الفيديوهات الجاية بالنسبة للناس ديال المسارح باش ميبقاش يتوسخ ليهم الماء نهائيا. عمرو ما غيلقى بزقة في الماء بور توجور. وسهلة بزاف شوية الأفكار. مازال درت افكار زوينين غنوريهم لكم في المسرح ان شاء الله. واكيد غيعجبكم الحال وغتدعوا معايا كيف ما دعوا معايا الناس الاخرين. قلنا خويا المسرح من بين الفوائد ديالو ان البادجي كيخدم على 3 شهور. اوكي كيخدم على 3 شهور. علاش كيخدم على 3 شهور؟ لان خويا وكيف تا الكالوبسات راهو هو يقدر يخدم لك على 3 شهور 4 شهور باش تكونوا فاهمين. علاش؟ انا غادي نقول لك لان الطيور ملي كتشوف بعضياتها ما عرفتش واش كيجبالك واحد البياسه كتلقح طارش يعني في خاص بغيت نشد لكم واحد البياسه كتلقح. هي هذه علاش المهم راهي كتلقح من تكر. هاي كتلقح. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. يلا على سلام. بالنسبة أخويا للمسرح الإنتاج ما نهضروش عليه. الإنتاج وفير. كل شيء كيوكل الصغير يوكل الكبير يوكل الذكورة واخا ماشي ولادهم يوكلوهم النشاوي واخا ماشي ولادهم يوكلوهم. بالنسبة للمضاربات اللي كيقول لك الدراري المضارباش ضروري من المضارباش. راه بنادم وكيتضارب وسط مع خوتو فما بالك بالمسرح. ضروري المضاربة نقطة مهمة. اللهم يسر. كتهنى بالنسبة للتنظيف كيجيك ساهل. بالنسبة للإنتاج غيكون على طول السنة صيف الشخريف برد. علاش؟ أنا غنشرح لك. دابا هادوك الوليدات اللي كيتزادوا دابا جويجة عطاتك وليدات
هاد الوليدات يلا كيتفطموا ما كتجي انثى فين تخرج لك العش الثاني حتى الوليدات الاخرين شي يخدموا لك كونوا فاهمين. يعني انا عندي هنا في هاد البراكه هادي ها هي وديجا وريتكم فيديو في الفيديوهات القصيره جوج نشواج جالسين جوج نشواج جالسين تما وملقاهم كره واحد اللي شفت واللي ما شفتش العلم لله. اوكي اخوان الخدمه على الجد النشوة عمرك ما تشوف كرشها مدليه طيبه ومنفوخه في المسرح ماشي بحال بحال القفوزه. القفوزه ديما كتلقى النشوه كرشها طابت عليها بالتفراغ. المسرح لا توفر الاغذيه كتوفر الاكل بالزيت يعني كتشهلا كتشوف انشاز من هضروش الدم ديال الطير كيتحرك يعني المسرح فيه انشاج. بالنسبه واش فيه الرباح واش المسرح فيه الارباح مليون في المئه فيه الارباح. الارباح دابا مثلا جيب شي جويجه جيب شي جويجه خويا مثلا نهضر لك على النورمال وانشا بدات تهضر على الطفارات. اوكي مثلا جيب شي جويجه نورمال ب 100 درهم او 120 درهم نورمال اول شفريخه ليها كترجع رزقها كونوا فاهمين. لا عطاتك خمسة الوليدات بغيتي تسناهم شي يكبروا شويهم بألف ريال الله يسخر 5000 ريال جاب الله مالي شحال غتاكل لك جويجه يعني جويجه راه ما غتاكل لك والو. مثلا انا كنجيب خنشه 2700 ريال دابا راه خنشه ديال الزوان ولا دير 2700 ريال 2700 ريال كدير لي شهر ونص شهر ونص يعني عندي 55 طير وما يزيد. اوكي ديال الباج نهضرك على الباج مدسك على الكالوبس هذه نقطة مهمة ما غاتاكل لك والو. امشي غادي تربح من الفريخات خويا يعني الولاعة ديالك اللي كتبغيها انت واحد الحاجة كتبغيها وكتبيعها منها ملي غادي تكون عندك أكثر من 100 جويجة هو راه غاتربح مع الوحدة وجوج ولكن لا يولي عندك مدخول مدخول كونوا فاهمين. يعني راه كاينين دراري في الباج باش نعرفهم ها النورمال تيديروها النورمال يعني تقريبا اللهم بارك راه كاين اللي كيجيب في التفريخه ديال شهر ونص تيجيب واحد 7000 9000 درهم شكون اللي غيعطيها لها شي. ولكن واش الفراخ راس المال؟ لا. علاش؟ لان الله يحفظ الله يحفظ تقدر تجي مرضى دير كلشي از ذا بوسيبل ممكن ولكن انت ما تملش اخويا المولوع. علاش سميناك مولوع؟ لانك كتلقح اللهم بارك واش كيجبان لكم مزيان ولا لا يعني هاد النشوه بغات تفكرات اللهم بارك. دابا هذيك النشوه ديجا لقاها شحال من فرق كنشوف ولكن هاهي كتلقح دابا نحاول نشدها لكم اللهم بارك تبارك الله. المهم نرجعو للموضوع ديالنا بالنسبة للمسرح باش يكون ناجح خاصك تجنب بزاف ديال الأخطاء خاصك تستافد من الدراري خاصك تصغر راسك ما تسمعش من صحاب جوجل صنع من المجربين. مثلا أنا جربت المسرح شفت كيفاش عطيتك الأخطاء اللي طحت فيهم غيرت الأخطاء اللي طحت فيهم ألوغ أنا عطيتك تجربة خذ الأخطاء ما طيحش فيهم فهمتيني ما طيحش في أخطاء مزيان غتشوف التجارب اللي كندير نجحت ليا وبارطاجيتها معاك خودها فهمتيني خويا هذه مزيان من جهه. المشكل هو انك خصك تراقب الطويرات تراقب الطويرات كل نهار ممكن يوقع لك مرض كاينين امراض معديه امراض غير معديه ولكن انت خصك تراقب اخويا خصك المراقبه الدائمه. بالك شي طير مريض بالك شي طير مريض غتشدو غتعزلو غتضربو بقفيز غتشوف شنو المرض ديالو ودير ليه الدواء ديالو. انا ديك المره مات لي طوير كان بخير على خير شماش شنو السبب الله اعلم ما عندي ما ندير ولكن ما عاد ليا شي حاجه الحمد لله واش فهمت صحه سلام. حنا المربيين في المغرب كامل راه ماشي اطباء باش يعطيك يدير تحاليل ويقلل لا لا خويا. اوكي هذه نقطه مهمه يعني ما كتحكمش في المرض. بالنسبه للاقفاص اخويا دغيا كتحكم في المرض كتحكم في الفراخ ولكن الشماره والعذاب والطير المناعه ديالو كتكون طايحه
ويقدر يخرج لك بيض خاوي. المسرح مو الساحل يخرج لك بيض خاوي. اش قول لي علاش هادشي قاف الناس؟ انا مسرح دابا في المسرح اخويا النشوه ما كيلقى حاجه ذكر، اما كاينش شي نشوه في المسرح غيلقى حاجه ذكر. راه مستحيل، راه مستحيل، راه ضروري كتبقى تسرع عنده النشوه ديالو، عنده نشوه ديالو وكيلقح نشاوي اخرين. وكذلك دايره الصنطه، يعني ضروري النشوه وغيخرجوا لك طفارات، يخرجوا لك لوان مختلفين، يقدر يخرج لك ممكن يخرج لك شي لون نص نص، ممكن تشاو رزقك تشاو رزقك. اوكي اخوان، الاقفاص كيكون تحكم ولكن تشامره كثيره، الطير ما كتكونش عنده مناعه طالعه بحال ديال المسرح، يعني بزاف ديال الامور، بزاف ديال الامور. والطيور راه غير شي ولفو، الطيور راه غير شي ولفو. وبالنسبه للبرد بحال دابا هذا تبارك الله، ها هو اللهم بارك، هذا تبارك الله راه النشيوه ديالو راهي جالسه على الوليدات، اللهم بارك. يعني الطيور راه كيولفوك، واش فهمتي؟ الطويراش راه كيولفوك وكيتعاملوا معاك مزيان، وبزاف ديال البلانات يا اخوان. بالنسبه للمسرح الخوت، كنتمنى ما ننساش النقطه باش نوضح لكم كل شيء. بالنسبه للمسرح بالعود ما غتسري، تبقى تكثر في القفوزه وتبقى تقلب على تختار هذا لهذا، كتطلق كل شيء. اللي بغى يتجاوز مع شي حاجه الله يسهل عليه، والولاعه راه هي يخرج لك، يخرج لك شي طفرات، ربما تخرج لك شي طفره ما عندكش. شحال زوينه، زوينه هذه، هذه زوينه. المهم انا الفكره اللي غادي ندير في المسرح ان شاء الله غتكون فكره زوينه، غادي نكمل ميتين براكه ان شاء الله، باقي ما كملتش ميتين براكه، نكمل ميتين عش، وغادي نخلط دابا حاليا نورمال، ما غاديش نبقى ندخلو بزاف، براكه من نورمال، عندي ما يكفي، والخدمه راه موجوده، الخدمه ما نهضروش، الخدمه موجوده. غادي ندخل البيض، عندي البيض ولكن غنركز على البيض بزاف، ونركز على اللوتينو تاهو بزاف، وغادي ندخل شي طفرات في الهوغو ان شاء الله، ما غندخلش غير الريمبو اللي ما غاديش يدخل. ما يمكنش انا غنشري بياسه ساويه بزاف وتلقى في المسرح، ما يمكنش، خاصو يكون كامل ريمبو. اوكي نشري غير الابيض وهادشي ونخلط. ورا الانتاج راه شوف الخدمه راه كاينه. بالنسبه للبرارك اخويا، واش يدير برارك ديال المجر؟ دير برارك ديال المجر. واش يدير اخويا البرارك ديال 10 درهم؟ ديرهم اخويا 10 درهم 12 درهم الثمن ديالو، راه خدامين مزيان بلا ما يبقى يداوي عليك شي واحد، كلشي خدام. احنا كنديروا فيهم الانتاج. انا غنمشي نجيب لكم واحد العيش ديال الالبينو، واحد النشوه خارجه، بقاو معايا. قرب الميكرو. ملي شريت شاب 12 درهم اخويا، راه ضربت عندي اكثر من عام وهي عندي خدام بها، اللهم بارك. يعني ماشي رجعت رزقها، رجعت خالت رزقها، وباش تكونوا فاهمين، باش الناس اللي يقول لكم ولاعه بالعكس ولاعه فاهمين. انا غادي نجبد لك هذا العش هذا، ها هو براكه، براكه يعني اما خمسه الوليدات ديال البينو، انا غنجبدهم نوريهم لكم. اللهم بارك. ها خمسة شو منخوش احنا العطار، هادو راهو منخوش
وهادو بقى يلا كنفرغاو في الريش. وهادو هذا هو الخارج. يعني هاي براكه عادية خدامة، لا ما يمشي ضاربة، شي تسرد لنا 40 درهم الله يسخر لك خويا، حنا ما كنفرضوش عليك، لكن نعطيوك المعلومة وانت خذ اللي بغيت، نرجع هذا ونقول لكم واحد البلان مهم. دابا الخوش انا هذيك الجويجه البيضاء زايده عندي خدمت بها، انت مثلا شري شي جوج شنابر مثلا ب 80 درهم الواحد، 80 درهم ياك حطيتي دوك جوج شنابر جوج شيم شفريخة الاولى يعطوك خمسه غتبيع ب 80 درهم الواحد. حنا نديروها سيدي ب 1000 ريال 5000 ريال، شحال ديال الرباع عندك اخويا؟ عندك سيدي 3000، نديرو سيدي حنايا 1000 ريال ديال المصروف. حنا مشو شي مشكل 100 درهم، تخيل انت عندك 200 جويجه، ها 100 جويجه، ها مليون تما، ها باش نشرح لك، راه مليون، مليون إلا تعطاتك في شهرين، واش باغي تقدر 5000 درهم في الشهر وانت مريح في الدار، واش مشيت باش نشرح لك؟ يعني الخدمة راه موجودة، اللهم البيروش راه خدام مزيان، كنصح الدراري يديروا الفاجاج ولا يديروا مسارح من الأحسن، باش هذاك الشيء اللي غيشتري به قفوزة يشتريها خويا فراخ، يشتري بياس وحط. شري من عند الناس، شري سلعه ما تقولبش، شري شي حاجه ناضيه مقرقعه. دابا راه الخدمه راه ما تجاوزش خدام، وانا كنخدم على طول العام الحمد لله. فهمتونا الاخوان؟ يعني كنتمنى نكون ما خليت حتى شي حاجه ما قلتهاش ليكم، كنتمنى كلشي نكون وصلته ليكم، نوريكم شي عش اخر، واخا انا نوريكم واحد العش، نوريكم واحد العش سبحان الله ونعاود لكم القصه ديالي. بقاو معايا، فيديو طويل ولكن راه كله فوائد. دابا هاد العش اخويا كيما لكم ولا هاد العش فيه ولد كبير وفيه جوج صغار غتشوف الناس غتقول لي كيفاش البلان اخي حماد؟ انا غنشرح لك، نتمنى الصوت يكون في الناس. دابا هاد الوليد كبير هو كبير، هذا كانت واحد النشوة جالسة على البيض ناضت خلات هذاك البيض مشات العش اخر، جات نشوه دخلت تما وبيضت تما، وكانت اول خدمه ليها هي في العقاد لها بخلية الساسين. هانا اللهم بارك عطاتنا هاد الخنية في ساسين، باقي خنية في ساسين اخر. غتقول لي واش حماده كاش باقي ولا ما كاش باقيش؟ هذا باقي كاع ما حلوا العين لله. لا خويا ما كان باقيش، علاش؟ انا ما كنشارك لا في جمعيه لا والو، انا ما كنشارك لا في جمعيه لا في حتى شي حاجه، كندير انتاج كناخذ منه وكنبيع منه، هذا هو النظام. نمشيو نرجعوا هذا الحشيش ونجيو غنديروا بوز في ميطواش الفيديو ولا نخليو هذا. وريكم هذا العش هذا، يعني بحال دابا هذا راح الالوان فارشي مستوى الزوال لا مقصود فارشي.
هاد اللوين فيه زوين غريب هاد اللون هذا تيفر كاع الريش مزيان وبالينا اللون قشر دابا بحال هادي قادني ربعه انا ما غنشدهمش غنبيع ما غنخليهم نخدم بهم ولا بغيت انا نبيع ما نبيعهمش نابط شي كبر وشي وفي المسرح دغيا يبان لك اشهرين ونص يبان لك زرق ولا نبين وطار مزيان يتحرك غيكون ناضي كنار يعني واجب الخدمه غتبيعو بألف ريال مثلا جمله ولا 60 درهم ولا 70 درهم فهمتي يعني زويجه غتعطيني 200 درهم ديال النورمال خصها تخرج لي 4000 ريال انا غنجيب واحد هذا خويا بسم الله هذه شي عاطيه ربعه زوجه نورمال هذا لا نورمال هذه لا شد لا هادو ناس تزيدهم سيمانه اخرى فرق هذا اش كيبان مزيان هادشي ولا لا صفر حنا ما عندناش في المسرح ما كيكونش قرض العش كيف تكون الوالدين اللهم بارك فيديو طويل ولكن هانية فهم شي هذو نزيدو واحد السيمانة غادي يبان لك خارجين كيلعبو في المسرح هذا عش آخر اللهم بارك بسم الله وهادو هادو اللي غنجبد لكم هما خوت داك الطير اللي بان في الفيديو توقف ليا فوق ايدي تبارك الله المهم راه كاين البرد يعني عندها بيضه خاوية كي موشي خلاها اصغر واحد هو هذا صافي سير سير احنا ها الله العظيم كيتعانقوا بعضياتهم باش يسخنوا بعضياتهم وهذا راه جالس عليه تبارك الله اللهم بارك باش غادي نوري لكم هي يوم لي لوتينو وفواه الباقي اللي بقى غادا باش نشوف القيح اللي شمني كيف كيبان لكم الخوص جالس عليه مو هل شوني دابا اخوان اش نصلح لكم وما عندكش من السيك اللي دار نشوف نرجعهم هذا هو البلان اخوان كنتمنى نكون من ست شي حاجه
كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه، نتمنى نكون عطيتكم المعلومات كاملين. مازال غادي نبارطاجي معكم معلومات، اي حاجه درتها اي حاجه زدتها في المسرح غادي تكون غادي ندير عليها فيديو ونبارطاجيها معكم باش نتوما تستافدوا. الا درت شي خطا حتى هو غادي نقولوا باش تستافدوا منه وكيفاش صلحتو، واي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم. واحد المعلومه نقولها لكم ونخليها ما بين قوسين ما نهضروش عليها. الا قلت لكم باللي القميله عندها فوائد للطيور، اش غادي تقول؟ اش تقول اوه صافي حماده فقدتيها؟ سيدي القميله عندها فوائد كثيره للطيور، وغادي نديروا عليها واحد الفيديو، وغادي نعطيكم ارخص برودوي تنقيو به العشوش، تشري من الحانوش تنقي به العش من القميله نهائيا، اللي كتقضي عليه مليون في المئه، واللي وليت نستعمل ما كاينش غرام ديال المشكل. القميله عندها فوائد وكيف ما عندها ايجابيات وعندها سلبيات. هذا هو البلان، قبل ما نقطعوا غادي نوريوكم. بوم 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 بوم، خرج انت خرج انت، نسدوا الشرجه مع البرد. دابا راه كاين البرد الاخوان. فيديو ما بغيت لا مونطي لا نزوق لا والو، جيكم من الله. دابا قبل ما نساليو غادي نوريكم الزويجه اللي قلت لكم جوج نشاوي، جوج نشاوي واقفين جالسين في عش واحد. الله يبانوا ليكم. المهم هنايا جالسين جوج نشاوي، جوج نشيوات جالسين هنايا، راه تقريبا عندهم ماستر الله هنايا. هذا هو والله اخوان، اللهم يسر. نتمنى نكون فدتكم. اشوفوا هذاك التلقيح اللي كان كيلقح في هذاك خونا، نتمنى نكون فدتكم، وكنتمنى تطرحوا عليا الاسئله ديالكم ان شاء الله. اللهم يسر. راه كنقاد الطابله ان شاء الله، بلا ما نقادها فيها جوج متر غنقادها وغنلصقها مع حتى صيجه. جاتني فكره احسن وافضل تنجم نصيبها بسرعه، فضلت انني نعلقها باش تبقى ناضيه. هذا هو البلان اخوان، يبان البلان على مولانا، اللهم يسر الجميع ان شاء الله. مازال خير الخوت، يلا نتسناو الاسئله ديالكم. اللهم يسر ان شاء الله، وليه براسكم فيديو بلا مونتاج. شكرا للناس اللي كدعي معايا، شكرا للناس اللي كدير لايك وكتبارطاجي معاها، وكذلك لي كومونتير الزوينين ديالكم. الله يسهل عليكم الخوت، الله يعاونكم.